والمعافاة. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد على كل حال، ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم أجرنا وأجر والدينا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم يا من حملت نوحا على ذات ألواح وجسر، يا ذا العزة والجبروت، ورددت يوسف ورددت على يعقوب بصره يا ذا الملك والملكوت، وجمعته مع ابنه يوسف قبل أن يموت. يا من حملت موسى في التابوت، يا من حملت موسى في التابوت، يا من حفظت يونس في بطن الحوت، يا من حميت الحبيب صلى الله عليه وسلم بخيوط العنكبوت. يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا الله يا الله. نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أرحمك، سبحانك ما أعدلك، سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. إلهي أنا من أنا، أنا من أنا حتى أدعوك، أنا في الوجود وديعة، وغدا سأمضي، وغدا سأمضي عابرا في رحلتي. أنا ما مددت يدي إليك، أنا ما مددت إلي يدي إليك. اللهم اقبل توبتنا، اللهم اقبلنا عندك يا الله. يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو المجرم؟ أنا إن بكيت فلن ألام على البكاء، فلطالما استعرقت في العصيان. إلهنا وسيدنا وخالقنا ورازقنا، اللهم اجعلنا ممن ينادى عليه يوم القيامة فيؤتى كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، ولا تجعلنا ممن ينادى عليه يوم القيامة فيؤتى كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فألوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إلهنا لا
واصبر على نارك. اللهم إننا لا نقوى على نار جهنم ولا نصبر على نار جهنم، فاللهم أحرم أجسادنا على النار، اللهم أحرم أجسادنا على النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم إن كنت تعلم أن من بيننا رجلا صالحا فاللهم اقبلنا بدعائه، اللهم اقبلنا بدعائه، وإن كنت تعلم أن منا امرأة صالحة فاقبلنا بدعائها، وإن كنت تعلم أن منا طفلا صغيرا صالحا وليا تقيا مرضيا فاجعلنا من المرضيين عندك يا الله. تقبل صيامنا يا الله، تقبل قيامنا يا الله، اللهم واجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت له زلاته وآثامه وأمنت له الروع يوم القيامة وحرمت على النار جسده وعظامه. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة واجعلنا فيه من المرحومين ولا تجعلنا فيه من المحرومين. اللهم واجعلنا ممن يقرؤون القرآن فيرقى بهم إلى جنات العلا، اللهم واجعلنا من الذين يقرؤون القرآن فيرقى بهم إلى جنات الخلود، ولا تجعلنا من الذين يقرؤون القرآن فيجز بهم إلى نار جهنم. اللهم أعتق رقابنا من النار، لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور. اللهم يا رب لا تفرقنا إلا وقد أعطيت لكل واحد منا مسألته وقضيت لكل واحد منا حاجته. يا كريم يا رحمن يا رحيم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. إلهنا لا رب لنا سواك فندعوه، لا رب لنا سواك فندعوه، ولا مولى لنا سواك فنرجوه. ذنوبنا كثيرة ولا يغفرها إلا أنت، ذنوبنا كثيرة ولا يغفرها إلا أنت. اللهم اغفرها في هذه الليلة يا الله، اللهم اغفر ذنوبنا في هذه الليلة يا الله، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكتب النجاح لأبنائنا واشف مرضانا واشف مرضانا واشف مرضانا. اللهم أنزل عافيتك في هذه الساعة على المرضى، اللهم اشفهم بشفائك وداويهم بدوائك، ارحم موتانا في هذه الساعة يا الله، ارحم موتانا في هذه الساعة يا الله. افتح الأبواب لشبابنا يا الله، افتح الأبواب لأبنائنا يا الله، وارزقهم النجاح يا الله. اللهم أصلح نساءنا وأصلح شبابنا، اللهم احفظهم من المنكرات واحفظهم من المخدرات واحفظهم من المسكرات واحفظهم من رفقاء السوء ومن جلساء السوء، وافتح لهم الأبواب يا رب العالمين، واجعلهم من العلماء العاملين الوارثين يا الله. اللهم إنا نحن قد نزلنا الثلث الأخير من الليل، ونحن في ليلة هي من أفضل الليالي وفي شهر من أفضل الشهور، ونحن في الثلث الأخير من الليل، وتنادي فيه وتقول هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه،
هل من مستغفر فاغفر له. نسألك يا مولانا أن ترزقنا الجنة ونعيمها. اللهم إن اجتمعنا في هذه الليلة المباركة وفي هذه الساعة المباركة اجتمعنا لنسألك سؤالا واحدا سؤال من كثرت ذنوبه وتقطعت أسبابه فأتاك معترفا نادما مقبلا تائبا. نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وأعمالنا وشفع فينا خيارنا يا الله، وارزقنا بيديه الشريفتين شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر المسلمين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر سلطاننا وهدم أوطاننا ورخص أسعارنا واملأ بالخيرات أسواقنا وشفع فينا خيارنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.